السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في دروس فن الخط العربي، دروس خط الرقعة إن شاء الله النهاردة مع مركبات حرف الهاء. فلنبدأ بسم الله. نكمل مركبات حرف الهاء. وقفنا عند الهاء قاف، النهاردة هناخد هاء كاف. هاء لام، خمس نقاط ترتكز على نقطة. هاء ميم، هاء نون، هاء هاء واو، رأسي هاء لم ألف، نقاط زي ما احنا اتفقنا لغاية المفصل. هاء ياء، هي يا رب تكونوا استفدتوا معانا. نتوقف عند هاء ياء.